الله يطول لي عمرك. احنا مستمرين مع هالسادة المشاهدين في هذا اليوم، اليوم اللي نقول عنه 33 عام مر على الغزو العراقي. وضيفاتنا قبل شوي تحكوا عن التوثيق، ومعانا من حاولوا يوثقون بل وثقوا من خلال كتيباتهم وكتبهم هذه الاحداث. دكتور صلاح، هذه الساعه المباركه يا حبيبي، هلا فيك. والعزيز الغالي سعد الوهاب، هذه الساعه المباركه اللي قلناها تحت الهواء، ارجع اقول اعتذارنا لكم شخصي، وان شاء الله نحاول نغطي خلال هذه الفتره اهم الانجازات اللي سويتوها من خلال توثيقكم. الله يسلمك. خلونا نبدا في حوارنا اليوم عن اهميه التوثيق، خصوصا الاحداث التاريخيه اللي نحتاج ان احنا دائما نذكر فيها الاجيال القادمه. نبدا معك دكتور صلاح. مساكم الله بالخير، وإن شاء الله دائما تكون ذكريات سعيدة على الكويت يا رب. شكرا على الدعوة. في الحقيقة كتاب سور الكويت الرابع صدر، أنا صدرته سنة 1993. هو أخذ مني سنتين شغل، من 91 بديت فيه وخلصته 93. الكتاب ب 1870 صفحة، 4 أجزاء. السبب أو الدافع اللي شجعني أني أنا أشتغل على الكتاب أن أثناء فترة الغزو يعني حدث أني أنا كنت قريب من الأخ اللواء، وقت اللواء صار فريق بعدين، تبارك الرحمن، خالد بودي اللي هو كان مدير الحرس الوطني. نعم. لصلة قرابة يعني. نعم. عدايل إحنا. فكونه يدير الحرس الوطني، واي يعني في ذاك الوقت في الاول اسبوع تقريبا خلينا نقول المسؤولين الكبار مستهدفين اللي في الداخليه والدفاع والحرس، فبعضهم يعني تغيبوا او غادروا، فكان هو يدير العمل العسكري. ثم المجموعه هذه كبرت لحركه المقاومه الشعبيه اللي هي الخدمات الرئيسيه في الدوله، اللي يديرون النفط كان لهم لجنة، واللي يديرون الكهرباء والماء كانت لهم لجنة تديرها، واللي يديرون المستشفيات الكويت كانت لهم لجنة من الأطباء الكويتيين، واللي يديرون الأطفاء كانت لهم لجنة تديرهم. هذه الأربع لجان مع العسكريين الموجودين اللي بعضهم من الجيش بعضهم الداخلية وكثير منهم من الحرس الوطني شكلوا حركة المقاومة الشعبية الكويتية. كان يعني يرأسها اللواء خالد بودي اللي صار بعدين فريق عقب التحرير، صار مستشار في الديوان الاميري. ومرزوق كان هو يدير انا كنت المدني اللي يعني في مجموعته العسكريه، لان انا كنت غطاء جيد لهم. يعني احنا تنقلنا يمكن 20 بيت. نعم. صح، لان ترصد القوات العراقيه، فكنا ننتقل من منو اللي ياخذ البيت؟ صلاح الغزالي. فكان هذا دوري انا يعني في البدايه. بعدين لما بدات تنتظم الامور وصار في اتصال مع الحكومه الكويتيه في الطائف، وخرجت في ذاك الوقت يعني احنا دخلنا شهر اكتوبر، الشيخه امثال احمد اللي كانت بالكويت صح طلعت الى الطائف، انفتح مكتب ارتباط ما بين المقاومه الكويتيه والطائف، القياده الشرعيه برا. زين. فكان في دخلت اجهزه اتصالات، هذه لها قصه، اجهزه اتصالات الكبيره الجناط يعني صح كبيره لاسلكي هذه اللي يفتحونها ويصير طبق دش يعني بالضبط، ويصير هو يدز فاكس ويصير اتصالات. كانت تطلع وايد تقارير من الكويت من النفط، تي تقارير يوميه الى عندنا بالبيت، وتي تقارير من المستشفيات ومن الاطفاء ومن الكهرباء والماء. هذه المجموعه شبكت مع لجان التكافل صح. وصار اكو تقارير عن كل مناطق السكنيه تقريبا، كانت يوميه تطلع فاكسات الى برا. شو نسوي بالفاكسات عقب ما تروح؟ نخشها احنا عندنا، تحتفظون فيها، نحتفظ فيها، ندفنها تحت الارض. فيوم التحرير صار عندنا ارشيف، مو ارشيف، عندنا صندوق الحديد تعرفه هذا، عارفه سوق الصفافي مليان. زين. فهذا كم هائل من الوثائق كان تكتب يوم بيوم. نعم. فانا حقيقه يعني انا يعني عندي هوايه الكتابه والاعلام، فقلت لابو مرزوق يعني ابي استلمهم انا بطلع كتاب. نعم.
لما نيته بيطلع كتاب شفت ان هذه الاوراق شلون اكو اسطر بس لازم انت ترحمها مع بعض بالضبط. وتركبها وترتبها صح. فكان لازم اقابل اشخاص عشان اكمل التوثيق. قابلت 77 قيادي كان بالكويت يشتغلوا. دكتور صلاح بس علشان اكمل هالفراغات هذه قابلت 77 شخص. 77 واحد اللي يشتغلون بالجمعيات التعاونيه، واللي يشتغلون بالمقاومه العسكريه، واللي يشتغلون بالمسايد، واللي يشتغلون بتوزيع الفلوس، واللي يشتغلون بكل المجالات. حقيقه يعني غطيتهم كلهم انا واخذت توثيق. صار عندي صندوق ثاني من الكاسيت، شرطه كاسيت قبل شغل كاسيت. فعشان كذي اشتغلت عليه سنتين الكتاب. أي. جميل لما طلعناه يعني هذا الكتاب دكتور اشتغلت عليه سنتين، لكن عندي الكتاب هني لتبارك الرحمن عبد الوهاب محمد الحمادي مسوي كتاب اصوات تشيد بذاك او تشيد الذاكره. شيد الذاكره. شيد الذاكره. شيد الذاكره. تبني الذاكره. تبني الذاكره. عن شنو؟ عن شنو؟ اول شيء طبعا مساكم الله بالخير، نشكركم على الاستضافه. الكتاب باختصار يعني فكرته جمع شهادات، لكن فكرته شوي غريبه، بمعنى يمكن انا اعطيتك اخوي نادر سجل التحدي، يمكن اغلب الناس اللي الحين اعمارهم فاقت ال 40 سنه يذكرونه. صح. هذا توزع بعد الاحتلال سنه 93 اصدروا مركز الدراسات والبحوث الكويتيه، وزعوا منه 30,000 نسخه وردت لهم 21,000 نسخه. لظروف ما مركز البحوث عنده يعني اشياء اصداراته والاشياء الكبيره اللي قاعد يشتغل فيها. اقاطعك عشان اقول للمشاهد صح. توثيق التحدي، توثيق الحياه اليوميه وحوادثها في الكويت اثناء الاحتلال العراقي الغادر 2/8 لحد 26 عام 91. صح. في ديباجه وبعدين مثل استبيان. استبيان. استبيان الاسم والسن، سكن، الاقامه بالكويت اثناء فتره الاحتلال من الى. صح. من وجهه نظرك ما هي الاعمال التي شاركت فيها؟ اذا كانت ممارستك لهذه العصيان، يعني عده اسئله. صح. الاسئله هذه كانت مدروسه لهدف ما؟ بالضبط، مدروسه دراسه. يعني دكتور عبد الله غنيم الله يطول بعمره جاب ناس متخصصين واشتغلوا على الاسئله هذه تقريبا شيء و60 صفحه و220 سؤال، من اسمك وين كنت ومتى طلعت من الكويت او ما طلعت من الكويت الى صفحه الملاحظات اذا عندك شيء زياده. جمعنا 21,000 نسخه عبد الوهاب. تالي وظلت بالكراتين عندهم. عندهم انشغالات كثيره وعندهم اصدارات كثيره مركز البحوث. في صديق اللي هو الدكتور فيصل وزان، يعني وجهه تحيه، هو يعرف شغفي بموضوع الغزو. يعني انا كنت اكتب بالروايه اكثر لانه معروف كروائي، لكن قال لي انت الموضوع الغزو عندك اثير، فايش رايك تشوف الاوراق اللي عندنا؟ قلت له يلا ليش الساعه المباركه نشوف. انا توقعت حتى ورق يعني A4 ومعبينه باليد. طلع كذي، طلع مطبوع ومعبى باليد طبعا. فقعدت اقرا بالكراتين، فوق العشر كراتين، اقرا بالقصص اللي مكتوبه هنا طبعا، يعني قصص يعني منها صار هذا؟ منها صار هالكتاب، يعني من ناس اعمارها 10 سنين و13 سنه الى ناس اعمارها بال70 و80 كاتبه. وانت اخوي عبد الوهاب كم كان عمرك وقت الغزو؟ يعني تقريبا كنت بالعشر سنين. عشر سنين. بس طبعا انا للامانه يعني الغزو ذاكرتي فيه شوي اعتبرها قويه، لان انا وايد احب موضوع الغزو. وكنت يعني قعدنا بالغزو هنا بالكويت اسبوعين او ثلاث اسابيع تقريبا، بعدين طلعنا رحنا الامارات، فعندي ذاكره بالكويت والامارات، زائد ان والدي كان في سفاره الكويت ايضا كان متطوع، وانا شغوف من زمان اقرا، وموضوع الغزو كان عندي موضوع مهم جدا. يعني يمكن هالمرحله تتشكل حياه الانسان. موضوع وايد مهم ان احنا يعني مثلا انا الحين لما بقعد اتكلم ويا عيالي عن الغزو، هم مو متخيلين ان كان في حرب حقيقيه داخل البلد. يعني هذا موضوع لازم ان كل الامهات والابهات يقعدون مع عيالهم ويورونهم افلام وثائقيه، يعطونهم كتب علشان يقرونها، لان هذا تاريخ. صح. تاريخ. صحيح. لا يمكن غادة. يمكن حتى يمكن اتمم على كلامك. الكتاب هذا صحيح انه هو للجميع بالاخير، لكن بصراحه انا كنت كاتبه للجيل اللي انت قاعد تقولي عنه، الجيل اللي ما لحق على الغزو، يعني عيالي وعيال الاصدقاء والاصداء اللي قاعد تجيلي على الكتاب. انه تصدق عبد الوهاب اغلب عيالهم مو مصدقين. وغاده يعني انا الحين قاعد تصفح، هذا ينفع مسلسل. بالضبط، ترى هو ممكن يتحول الى مسلسل. يمكن هذا يمكن كانت نقطه كان ودي اتكلم فيها، انه حتى ممكن يستثمر فنيا بألف طريقه وطريقه صراحه. لان كلام الناس نفسها، حتى انا بعضهم لان قصصهم كانت مؤثره وايد، حاولت اتواصل وياهم، اغلب اللي تواصلت معاهم كانوا ناسين انهم مسجلين الدفتر، انهم مسجلين الدفتر هذا. اي كانوا ناسينه. يقولون اي دفتر؟ صورت لهم بعض الاوراق. يلا تذكروا، قالوا اي هذا خطنا. ففي قصص مؤثره. يعني مثلا في وحده كاتبه بالدفتر من العوائل، لهم 7 أو 8 عوائل بمشرف اللي اسروهم كاملين، العائله كامله خذوها، فريج كامل خذوه ودوه العراق ورد بعد التحرير. وحده كاتبه يعني اذكرها عدل، قصتها مؤثره جدا، بس
وانا افتح فاتح الدفتر لاني كنت اقعد بالثمان ساعات وعشر ساعات بالمركز يعني الدكتور عبد الله كان قايل لي يعني خذ راحتك بالموضوع فافتح الدفتر طاحت من داخل 20 ورقه ولا كلها منشورات اصليه بالغزو لان في الناس كانت بعدين اكتشفت انه وايد نسخ بعدين فيها منشورات يحطون منشورات او يحطون صور اهاليهم انه في صفحه للمفقودين وهذا شيء مؤلم ثاني انه مثلا تلقى صفحه للمفقودين مسجل اسم اخوها وحط صورته انه مفقود واخر مره سمعنا عنه 1/11/90 مثلا اشيك عليه جوجل طبعا يطلع انه رده عظامه سنه 2004 ففي امور مؤلمه وايد يعني في اسامي يعني حقيقيه اي اسامي حقيقيه صح. ما خفت انه ممكن يصير في شيء يقول لك انا ليش كاتب اسمي او لا لا طبعا هذا طبعا اكيد يعني هم كل اللي سجلوا بالدفتر هذا دفتر محظورات عندي اي طبعا هذا الاستخدام الاستخدام حسب ما تقول مقدمه الدفتر نفسه حسب الاستخدام المركز في اي شيء للدفاع عن الكويت وصنع كتب من هالموضوع هذا وكان عندهم طبعا خيار انه يتكتمون في طبعا في ناس ما سجلوا اساميهم للامانه ورويت روايه طبعا اذا كانت قصته يعني فيه شيء مهم اكيد رويتها دكتور صلاح في ذات السياق ايش كثر التوثيق خلال هذه الفتره واحنا قاعد نتكلم ايش كثر وايد مهم بس نبقى على هذه الكتب شكرا لاجتهادك شكرا للاستاذ عبد الوهاب شكرا لكل المجتهدين اللي حاول يوثق بشكل او باخر انت تقول لي كرتون هذا الصندوق والعود الاخ عبد الوهاب يقول لك 21,000 نسخه من هذا الكتيب الجهد اللي بذل نكتفي عند هذا القدر وبس والله انا اذكر بعد اصدار كتابي بال 1993 صار تواصل مع وزاره الاعلام بمبادره منهم وحولوا الكتاب الى مسلسل اذاعي على شاكله عند جهينه الخبر اليقين نعم سواء مسلسل اكثر من سنه كامله يومي حلقه يوميه نعم بس ما ادري وين حقيقه انا كان ودي احتفظ بالنسخه يعني لأنه وايد كان شيق يعني. ما حاولت تسوي إصدار آخر دكتور صلاح كتاب آخر مرئية أخرى روايات أخرى جانب آخر جاءت فكرة ألخصة لأن مو كل من يقرأ 4 أجزاء 1800 صفحة لو أسوي كتاب واحد ب 300 صفحة يكون أفضل بس أنا دخلت بإنتاجات ثقافية أخرى كتب أخرى يعني شغلتني شوية تشوف أن قصة أن 33 سنة مرت وهذه الاجتهادات اللي تشكرون عليها تشوفها كافية أنا كان هذا السؤال بهذه الطريقة ولا كان من المفترض يكون التوثيق أكثر من ذلك في من خلال كتب أو شيء آخر والله لا مو كافية طبعا يعني هي أول شيء أكو جزء لازم يصير في المناهج في التعليم في وزارة التربية أكو جزء ممكن يتحول إلى متحف وثائقي صح اكو متحف بمبادره شخصيه لكن هذه انا ما تعتبر كافيه مع ظهور مراكز الثقافيه ما شاء الله المتقدمه اخر 5 سنوات في الكويت كان على الاقل لو يصير اكو جزء او جانب يوثق مثل هذه الاشياء بحيث طلبه المدارس يقدرون يزورونها ويشوفونها على مستوى متقدم راقي كان ممكن تصير افضل. في شغله دائما افكر فيها انه يعني السريه قاعده ترفع شيئا فشيئا عن اوراق، وثائق، اسماء، يعني هذه ما شفناها على طول تظهر من بعد الغزو حتى من بعد 10 و20 سنة. صحيح. الحين قاعد نشوف انه هي ممكن تطلع باريحيه اكبر، فهل هذا كان عائق انه ما يقدرون يسوون مثلا متحف متكامل، ما يقدرون يسوون عمل درامي ضخم متكامل؟ لا عدد من الحزازات اللي ممكن تتم؟ والله شوفي انا يعني لمن عديت كتابي كامل صار لي لقاء مع وزير الاعلام انا ذاك بدر يعقوب على ما اذكر هذا بعد الغزو بعد الغزو وطلب مني يعني هم ما شالوا وهو طلب مني قال ممكن تشيل هالصفحات واحده اعطاني قائمه لان ممكن يعني تضر في بعض المسائل نعم. خاصة للحين أسرانا الموضوع غامض وكذا فقلت له أي أكيد يعني فشلتها
على اساس تنشر بعدين، الى اليوم ما نشرت. واستاذ عبد الوهاب ايش رايك بهالموضوع؟ والله طبعا انا يعني اثني على كلام الدكتور الغزالي، بمعنى ان احنا بالكويت فعلا كنا محتاجين متحف للغزو من زمان، محتاجين يعني ما اظن كان في اي عذر، يمكن عذر بس الاسره، لكن بعد نص التسعينات اتوقع كان المفروض يكون في متحف رسمي للدوله يكون توثيق كامل لهذا. يمكن هذا السبب اللي انا مثلا انا شخصيا دفعني بموضوع الروايه، اني اكتب الروايه واضمن الغزو احداث اي روايه اكتبها تقريبا، او اني اشتغل على الكتاب هذا. يعني الكتاب هذا سويت حلم قديم انه يكون في متحف على الاقل مكتوب للغزو العراقي، حدث مهم في تاريخ الكويت. يعني انت متخيل عبد الوهاب الشغف اللي كان عندك تبي تسجل شيء لوطنك، لكن لو ما سجلت التحدي يمكن ما فاد معك اصدار هذا الكتاب. خلني افترض فرضيه جدليه، لو ما كان هذا سجل التحدي شلون كان راح يكون اصدار عبد الوهاب الحمادي؟ كان صارت بالروايه عندي يعني روايتين، واحده كانت في البوكر وواحده كانت في جائزه الدوله الاخيره التشجيعيه الاخيره، وكلهم فيهم الغزو. يعني اخر روايه اللي ولا غالب كان فيها حدث اغتيال شيخ فهد الاحمد الله يرحمه، يعني كان مضمن بالروايه. نعم. وانا اوريدي يعني يمكن استاذ غاده سالتني عن موضوع الغزو، انا من الغزو اول سؤال السلام عليكم وين كنت بالغزو؟ وين كنت؟ فكنت وايد احفظ قصص، وكان عندي فكره يعني فكره شبيهه اني اسجل اشياء عن الغزو، لكن سبحان الله يعني الاقدار شاءت انه يطلع سجل التحدي بهالوقت هذا، يعني بعد 30 سنه واكثر، يعني بديت فيه العام انا شهر 5 تقريبا. وايد تاخرت. مو انا اللي تاخرت طبعا، هو اللي انطلع الكتاب، هو يعني صار شيء المركز البحوث يعني هم دش مرحله جديده، يعني تو في كتاب الحين تو يطلع اللي هو موسوعه الغزو العراقي للدكتور فيصل وزان، هذا كتاب مهم جدا طلع الحين، جمع الوثائق كلها وسوى موسوعه مهمه. فاحنا خلينا نتفائل المستقبل شوي، لكن احنا فعلا نطلب انه يكون في جهه تتبنى متحف خاص بالغزو العراقي، والكل مستعد يساهم فيه، سواء كتاب، ناس مصورين، اللي عندهم وثائق، كل الناس مستعده تساهم فيه، انه يكون شيء للجميع والكل العالم يشوفه. يعني عشان يكون عندك عمل مثلا إذا تكلمنا عن الدراما، عشان يكون عندك عمل لازم يكون في غزارة. صح. في الأحداث، وإحنا نملك هذه الغزارة. فلما أشوف كتاب نفس هذا بهذا العدد من الصفحات بهذه القصص اللي هي أساسا مرتكزة على أحداث حقيقية، هذا يعطي مصداقية أكثر من مجرد أنه يكون خيال كاتب. اكيد، وخاصه يعني انا ترى يعني كان ممكن اسوي ضعف في الحجم هذا، لكن هم فلترت وايد قصص فوصلت الى 226 قصه. تحس عندك القدره على عمل دراما؟ انا وغيري، يمكن غيري حتى اقدر مني ممكن يشتغل اكثر بالمسلسلات او الاعمال الفنيه، يمكن انا يمكن بالكتابه اكثر، لكن في غيري اقدر مني، ممكن هالكتاب يستخدم انه يصير منه مسلسلات، برامج اذاعيه، وفي كتب ثانيه ممكن الواحد يستفيد منها، حدث مهم ولا عمق اتمنى الدوله تستفيد منه بشكل او باخر. عبد الوهاب والدكتور صلاح، مع الاعتذار مره ثانيه على بعد يمكن دقيقة ونص على ختام الحلقة، مع تباعد الأجيال تبارك الرحمن الله يمدكم بالصحة والعافية، الرسالة اللي حاب توجهها وانت من خفت وشفت ومارست عمل المقاومة خلال فترة الاحتلال، الرسالة اللي تبي توصلها حق ابناء هذا الجيل شو تقول لهم؟ والله يعني هو موضوع العطاء للوطن، هو هذا يعني اللي الأعمال اللي تعزز قيم المواطنة، و خلينا نقول نرد الدين الى الوطن، هذه دائما حتى مع عيالنا نتكلم فيها احنا في هذه المواضيع. ويعني احنا ان شاء الله ما نحتاج فرصه يعني مثل غزو عشان نثبت حبنا للوطن والبلد. في طرق كثيره ان احنا نعطي وطننا ونخدم وطننا، ويمكن انا اشتغلت متطوع وايد في جمعيه الشفافيه في موضوع زيادة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، أعمال تطوعية خدمة للوطن، فأنت ممكن تخدم وطنك بوايد مجالات. صح. بحيث نشوف الكويت أفضل. يعني دكتور صلاح بمثلك نتباهى ونفتخر، عبد الوهاب الحمادي أنت الشاب اللي بمثلك نتباهى ونفتخر، ما راح أحرمك إذا تقدر تلخص لي تلخيص الكاتب بعشرين ثانية شنو الرسالة اللي بتقولها؟ والله رسالة جدا بسيطة، أتمنى إحنا خلاص يعني خلنا عند نفسك كبرنا، أتمنى أن كل الناس اللي عندهم عيال يعلمون عيالهم على الفترة الحرجة اللي مرت فيها الكويت هذه، ويحسسونهم بقيمة الوطن وقيمة الأرض أساس المستقبل يكون أفضل. عسى ربي يبارك فيكم صحتكم، هذا الإصدار لي أنا. أكيد. بارك الله فيك يا رب تكون. لك عليه. يا رب تكون قد وفقنا. يعني التلفزيون كان معاكم من الصباح إلى مسك الختام في ليالي الكويت عن 33 عام من الغزو، الساعتين اللي قضيناها معاكم يا رب تكون
قد وفقنا معكم. نشكركم جدا ودائما تفائلوا وحبوا وطنكم وخلكم إيجابيين ونشوفكم على خير. مع السلامة.